إيران أعدت قائمة اغتيالات ثأراً لمقتل قاسم سليماني، ووضعت فيها جميع المسؤولين عن عملية التصفية، وعلى رأسهم دونالد ترامب. تفاصيل صادمة تكشف عنها صحيفة بوليتيكو الأمريكية. فما الذي تخطط له طهران؟ في يناير عام 2020 تم اغتيال قاسم سليماني، أقوى جنرال عسكري في إيران آنذاك، بقصف صاروخي أمريكي بالعاصمة العراقية بغداد، حينها توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بالانتقام قائلاً: إن الانتقام الشديد ينتظر المجرمين الذين قاموا بهذه الفعلة، وهو تهديد ما زالت طهران عازمة على تنفيذه إلى يومنا هذا. ففي 11 من أكتوبر الحالي نشرت صحيفة بوليتيكو مقالاً تقول فيه: إن إيران كانت تهدد ترامب علناً، ومعه الأشخاص الذين أشرفوا على استراتيجيته للأمن القومي منذ عملية اغتيال سليماني. وتقول الصحيفة الأمريكية إن المسؤولين الأمريكيين توصلوا إلى حقيقة مفادها أن إيران لا تماطل ولن تستسلم بشأن التهديدات المتكررة بقتل دونالد ترامب وبعض جنرالاته السابقين، وهو ما أخبر به مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية حملة ترامب قائلين لهم: توخوا الحذر، فالتهديد الآن أصبح أكثر شمولاً وعدوانية من أي وقت مضى. وجاءت هذه الإحاطة بعد محاولتين لاغتيال ترامب مؤخراً، أصيب في واحدة منهما وكادت أن ترديه قتيلاً. ولكن حتى الآن لم يتم تقديم أي دليل يربط تلك المحاولات بطهران، وعلى الرغم من بذل الحكومة الأمريكية جهداً غير مسبوق لحماية العديد من هؤلاء المسؤولين، فإن هناك أشخاصاً يواجهون تهديدات مماثلة ولا يتلقون أي دعم أو حماية بحسب ما نشرته صحيفة بوليتيكو. وحتى أولئك المحميين من الولايات المتحدة ما زالوا يعانون خطر الموت، إذ يدعي الكثير ممن تواصلوا مع الصحيفة الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تزال تسعى للتعامل مع التهديد الإيراني، لكنها لم تجد حتى الآن طريقة مستدامة لحماية جميع المعرضين للخطر، ما يخلق فرصة لطهران لتنفيذ تهديداتها. فهل تستطيع طهران تنفيذ تهديدها بقتل المسؤولين عن اغتيال سليماني، أم إن محاولاتها ستبوء بالفشل؟